بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله تعالى رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد النبيين وآله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. فلما جهزهم بجهازهم قال: ائتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين؟ فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا: سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وصل هؤلاء بعد أن ضاقت بهم الحال في أرضهم وبلادهم إلى أرض مصر، لا يعلمون شيئا عن أخيهم الذي فقدوه. جاءوا بحالة غير الحالات الأول التي كانوا عليها، وقد انكسروا في أنفسهم واحتاجوا وضاقت عليهم السبل، وسمعوا أن بأرض مصر ملكا يعطي الناس ويكرمهم لأنه كان قد نظم الشؤون وهيئ البضائع وهيئ الأطعمة للناس، فوفدوا عليه. لم تتغير ملامحهم، لكنه تغيرت ملامحه كثيرا. وقد مرت عليه السنوات وكان صغيرا، وهم كانوا كبارا في الأول. فلما جهزهم بجهازهم، الجهاز هو الذي نقول له الجهاز، والجهاز هو التجهيز، يعني البضائع التي يحتاجونها، وهي الميرة من الحنطة والشعير. الأفصح في لفظها أن نقول الجهاز، وكذا يقال لجهاز العروس، هكذا يقال، وإن كان يجوز لغة أن نقول جهاز، لكن الأفصح في اللغة أن نقول جهاز. فلما جهزهم بجهازهم قال: ائتوني بأخ لكم من أبيكم. إذن هو قد أعطاهم الذي طلبوا. بعض أهل العلم قال إنه لم يعطهم، والدليل أنهم لما عادوا إلى أبيهم قالوا: يا أبانا منع منا الكيل. سنمضي مع الآيات. قال: ائتوني بأخ لكم من أبيكم. كيف عرف به؟ قلت البارحة إنه لما نزلوا به وبدأوا يكلمونه ويسألونه وجدهم غرباء، فسألهم فعرفوه بحالهم. قال: إن كنتم صادقين فيما تقولون بأنكم أولاد نبي بتلك الديار فاصدقوني وأتوني بهذا الأخ الذي عندكم. عرف من خلاله، وإلا لو بادرهم بالسؤال فقال بدون أن يعلموه، قالوا: من أين عرف بهذه القصة ونحن لا نعرفه وهو لا يعرفنا؟ فبدأوا، فكانوا سيشكون في الأمر، ولكنه لما سألوه وسألهم وكلموه وكلمهم وعرف لغتهم اطمأنوا إليه، فأبدوا له ما بأنفسهم. فقال: ائتوني بأخ لكم من أبيكم حتى تثبتوا صدق هذه الدعوة أنكم أولاد النبي. ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، أحسن الضيافة، الذي ينزل بي أكرمه، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قال: لماذا لا يعطيهم؟ وكيف هم قالوا بأنفسهم أو لأنفسهم؟ لأننا لن نأتي بأخينا، سيمنع منا الطعام والشراب. إيش قصة هذا الإنسان وما شأنه؟ أقول كما ذكرت في الأول، هم يا أيها الإخوة ادعوا دعوة وهي أنهم أبناء أنبياء أو أبناء نبي، فهم وضعوا أنفسهم في موقف محرج، لذلك كانت الدائرة عليهم، فقال: أثبتوا هذه الدعوة. فلم يجدوا بدا منها، فأجابوه، قالوا: سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. المراودة وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، مفاعلة في فعل ورد فعل. سنكلم أبانا، سنتحدث معه، سنبلغه بالقصة، سنحاول ونبذل جهدنا، ولكن هل سيوافق؟ وإنا لفاعلون، لكنهم عرفوا بوسائل ضغطهم أنهم سينفذون ما يريدونه في نهاية الأمر. لماذا؟ لأنهم كما قلت أولاده الكبار، وهم الذين يشرفون على شؤون الأسرة، فإذا زادوا في الكلام ويعني رغبوه
ونصحوا وذكروا هكذا لابد أن يستجيب لهم، لذلك أكدوا فقالوا وإنا لفاعلون. سيدنا يوسف أراد من غلمانه من فتيانه من الخدم الذين عنده أن يردوا لهم البضاعة، قال اجعلوا بضاعتهم في رحالهم إذا رجعوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. وضع هؤلاء الفتيان الخدم بضاعتهم التي جاءوا يشترون بها تلك البضاعة التي يريدونها وهي القمح والشعير، وضعوا بضائعهم سلعهم أعادوها إلى رحالهم. هم كما قلنا نزلوا في ضيافة الملك. قال لعلهم يرجعون، أنا أريد أن أحرجهم إحراجا وألزمهم إلزاما بالرجوع إلي، لأن لي غاية في ذلك. لعلهم يرجعون على وجهين، سيرجعون إما لأنهم سيجدون البضاعة في رحالهم فيقولون حسبي الله، كيف لم يأخذ الثمن؟ نحن أخذنا هكذا مجانا، هذا لا ينبغي. وهم كما قلنا مهما كانوا أبناء أنبياء فهم يعلمون الحق من الباطل، هكذا أخذنا بلا ثمن، نسوا أن يأخذوا منا الثمن فلا بد أن نذهب مرة أخرى لنعيد الثمن. أو أنه وضعها وتحرج منهم أن يأخذ ثمنا من إخوته إكراما لهم، أنا بدأ أخذ من أخوي ثمن، خذها بلا ثمن. على كل هو يريد لعلهم يرجعون مرة أخرى. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل. هنا قال بعض أهل العلم كما بينت آنفا إنه لم يعطهم في الأصل قمحا، وإنما رجعوا فنظروا في أوعيتهم فلم يجدوا القمح. أقول هذا ليس بصحيح والله أعلم، وإنما أعطاهم. قال إذن كيف قالوا منع منا الكيل وهو قد أعطاهم وكان لهم ووزن لهم وأكرم كل واحد بحمل وبعير ربع البعير ملأه بالحنطة وقدمه إليه، كيف قالوا منع منا الكيل؟ قالوا إن هذه الآية تعني والله أعلم أنه سيمنع منا في العام القادم الذي سنأتي إليه ونفد عليه مرة أخرى فيه، لأننا إذا لم نأتي بهذا الأخ فلن يعطينا الكيل، يعني منع منا في المستقبل. وهم أقروا ذلك لأنه أكد لهم قال فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي، يعني عم بأكدكم من البداية ولا تقربون لا تقربوا على الجهة من الأصل، فلذلك جزموا قالوا منع منا الكيل. أو أنهم لما قالوا منع منا الكيل أنهم طلبوا منه أن يعطيهم، لما حدثوه عن أهلهم قالوا لنا أب هو شيخ كبير وهو نبي وذو مقام وذو كذا، ولنا أخ اسمه بنيامين وكذا وهو يجلس عند أبينا، فهلا أعطيتنا وتر بعير لكل إنسان منهما بعيرين زدنا منهما وإنا صادقون في أنهم موجودون وهم كذا وهم كذا ونحن بحاجة. فقال لا، أنا أريد أن أتوثق من وجود هذين الاثنين، فلذلك ائتوني بأخيكم، فإن جئتموني بي أتأكد من وجوده ومن وجود أبيكم، فحينها أعطيكم زيادة عن حصصكم أنتم عشرة، أعطيكم حصتين زيادة لأبيكم ولأخيكم. فمنع منا الكيل أي عن أخينا وأبينا، وقد طلبنا من الملك ولم يعطيه قال فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. أذكر أحد شيوخنا قديما رحمه الله تعالى، كان مرة في أحد الأماكن وكان يقرأ أمامه بعض الناس هذه الآيات، فأتى بها وهي قصة حقيقية. قال له يا أستاذ لما قرأ هذه الآية، قال بقية أخوة يوسف عليهم السلام إيش اسمهم؟ قال له شلون يعني إيش اسمهم؟ قال له هاد مذكور اسمه في القرآن أخوهم اسمه نكتل، فالبقية إيش أسمائهم؟ اسمه نكتل، سبحان الله. نعم، فضحك الشيخ وأذكر هذه القصة حقيقة طرفة، الرجل يعني يكلمه بكل بساطة وعفوية يظن فعلا أن اسم هذا الرجل نكتل. قال نكتل أي نأخذ الكيل وإنا له لحافظون، هم يقولون هذه المرة أنهم سيحفظونه صادقين لا كاذبين، ولكن كما يقولون أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد. في الأولى كانوا يكذبون وقد أضمروا شرا،
هنا في هذه المرة لم يدبروا شرا، وإنما أرادوا فعلا أن يأتوا بهذا الإنسان ويردوه إلى أبيه مرة أخرى. ولكن الله تعالى يعاقب الإنسان ليؤدبه. قال: هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. هذه الكلمات التي يفيض بها وجدان هذا الرجل الذي أثقلته الأعباء والأموم وتطاولت عليه السنون وقد تألم ألما شديدا، فإذا به يطلب منه أخذ ولد آخر برضاه أمام عينيه، فماذا يقول؟ يقول الذي يرضي الله، قال: هل آمنكم عليه؟ كيف آمنكم عليه؟ إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، فتفعلون به كما فعلتم بأخيه من قبل. ولكن على كل الأحوال في السابق واللاحق فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم. هذا الكلام قالوه لأبيهم مباشرة بسرعة، من وقت ما وصلوا دخلوا لم يفتحوا البضائع ولم يتيقنوا من شيء، وإنما كلموا أباهم وأخبروه بما رأوه عند هذا الإنسان وبما يعني بالحفاوة التي استقبلهم بها وبأنهم طلبوا منه وقال لهم هكذا. فلما جاءوا الآن لفتح البضائع نظروا فإذا بضائعهم التي جاءوا يشترون بها قد ردت إليهم. قالوا: يا أبانا ما نبغي تحتمل وجهين، ما نبغي يعني ما نريد شيئا آخر غير الذي قلناه لك، نحن صادقون. وانظر هذا الدليل، الدليل أن البضائع هذه ردت إلينا. أو ما نبغي أي ما نظلم من البغي، يعني ما نظلم وما نكذب في دعوانا هذه أننا نريد أخذ أخينا إلى هذا الملك، وإنما نحن صادقون ونحن غير كذبة وغير مدعين وغير ظالمين في طلبنا له، نحن لا نريد أخذه منك لكي نفقدك إياه، ما نظلمه بهذا، ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا، هذا دليل على صدق طلبنا. انظر، فإذا خرجنا وذهبنا ونمير أهلنا، أي نأتي بالميرة، وهي كلمة لا تزال معروفة إلى اليوم، قديمة جدا منذ تلك العهود. والميرة هي الطعام الذي يكون أيام الحروب، له قيمة عظيمة، كان في الحرب العالمية الثانية هنا معروف جدا، وفي الأولى معروف كلمة الميرة. قال: ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير. كل هذه مرغبات، محسنات، مشحيات، إذا أرسلته معنا سنحفظه ونكرمه ونزداد كيل بعير. وكيل بعير في ذلك الوقت شأن عظيم لمن يفقد الطعام، وقد أحسسنا بشيء منه في هذه الأزمنة. ونزداد كيل بعير، ذلك كيل يسير. قال: لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم. تعالوا اجلسوا أمامي، إذا أصررتم على هذا الطلب فستحلفون بالله أيمانا معظمة وعهدا أمام الله بأنكم ستحافظون على هذا الأخ الذي لكم إلا أن تصل الأمور بكم إلى درجة تخرج عن طول البشرية ويمتنع على الإنسان أن يفعل شيئا، فحينها يحاط بكم، إلا أن يحاط بكم. فجاءوا وأقروا لأنهم فعلا صادقون. في الأولى ما كانوا صادقين، هم صادقون. قال: إلا أن يحاط بكم. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما أقول وكيل. بعد ما حلفوا الأيمان زادهم تأكيدا وحرصا على أن لا يفرطوا بهذا الإبن. قال: الله على ما نقول وكيل، أي شهيد عليم خبير بما نقول. وقال: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء. إن الحكم إلا وما أغني عنكم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وإنه ذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أمرهم بهذا ثم قال: إذا وصلتم إلى تلك البلدة فادخلوا من أبواب متفرقة ولا تدخلوا من باب واحد. ذكر العلماء كثيرا من الأقوال في هذه المسألة، أشهرها وهو الذي كثير من الناس لا يعرف غيره،
أنه إنما أراد بدخولهم من أبواب متفرقة متعددة أن لا تصيبهم العين بذلك. وأنا أقول هذا القول يا أيها الإخوة لا بأس به، ليس مرفوضا، وهي مسألة لا بأس أن أبين فيها تبيينا صغيرا لكنه يعني ظاهر واضح لكي نؤكد ونؤسس هذه المسألة في عقول. هل هناك شيء أولا في الأصل اسمه العين أم لا يوجد؟ كما يترتب عليه مسائل كثيرة قد بحثتها فيما مضى، لكن لا بأس بالتعريج عليها تعريجا بسيطا. هل هناك شيء اسمه العين؟ أقول يا أيها الإخوة هذه المسائل الغيبية لا أستطيع أنا أن أجزم فيها إلا إن وجدت نصا صريحا. فهل هناك نص صريح؟ نعم، أخرج الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق في صحيح البخاري، العين حق. وأخرج الإمام ابن ماجه والطبراني وغيرهما بإسناد ضعيف ورد فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله قال إن العين لتدخل الرجل القبر والجمل القدر، بتموت البني آدم نتيجتها يعني، نعم، والجمل الذي يرى يموت ويذبح ويطبخ ويطعم للناس، تدخل الرجل القبر والجمل القدر. وهذا الحديث كما قلت لكن إسناده ضعيف، لكن ما دمنا قلنا إن الصحيح أن العين حق فهو أمر إذن نثبته ونؤكده. الآن نرجع إلى أمر نؤصله دوما في عقولنا ونفوسنا وقلوبنا وهو العين حق، فهي تؤثر ولكن بتأثير الله. كثير من الإخوة يشكل عليهم ذلك، يعني الله يأذن أنه تقع فيني هيك واحد يصيبني في العين فأقع في مصيبة وبلية ومدري إيش وأقع أنضرب. نعم يا أخي، كما يقدر عليك لا سمح الله يعني أن تصاب بأي مصيبة أخرى، أن تصاب بعينك برجلك بيدك برأسك بولدك بأختك بأمك بابنك بأي شيء، مصيبة من المصائب. الله تعالى يجعل بعض المصائب بأسباب ظاهرة مباشرة وهي صدمة سيارة، سقوط من أعلى وهكذا، هذا سبب ظاهر. وهناك سبب أيضا سبب خفي كالعين، يصيب الإنسان الآخر بالعين فيؤذيه، هذه الأذية كمثل صدمة السيارة، كلاهما بتقدير الله. فهي مسألة مهمة، مو والله نحن نقول ذلك بالمقابل نسحب الأصل في المسألة، والأصل في كل المسائل أن ما شاء الله تعالى أن يقع وقع، وما شاء أن لا يقع لم يقع، سواء كان هذا في نظرنا خيرا أم شرا، ولعله يكون شرا في نظرنا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن كانت مصيبة. إذن هذا قولي، قلت هذا أحد الأقوال وقلت لا بأس به، ممكن أن نأخذ به. وهناك أقوال أخرى أيضا طيبة، منها أن سيدنا يعقوب عليه السلام خاف عليهم من قطاع الطريق الذين يوجدون في كل زمان ومكان، كلهم حسان الوجوه، كلهم شباب سيأتون من مكان واحد ويدخلون مكان واحد، ومعهم طعام، معهم شراب، معهم بضائع غذية، قد يغتالهم هؤلاء، قد يقتلونهم، قد يسرقونهم. هذا أيضا قولا جميل ولا بأس به. القول الثالث أنه خاف عليهم بلا تحديد لسبب الخوف، وإنما وقع في نفسه أنه قد يؤذون لأي سبب كان، فلذلك طلب منهم أن يوزعوا الأماكن التي يدخلون منها، والله تعالى أعلم بالحق. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء. أؤكد على هذه النقطة كأنه يقول أنا حينما أطلب منكم ذلك فما تظنون أنني كوني نبيا سأدفع عنكم قدر الله؟ هذه مسألة عظيمة يا أيها الأخوة، والأعظم منها شدة ثبات الإيمان في قلب سيدنا يعقوب عليه السلام. أنا وإن كنت أعلم نفسي أن الله تعالى قد أرسلني وابتعثني نبيا لكنني لا أسير شيئا من أقدار الله بنفسي.
فإن شاء الله أن يوقع علي بلاء أوقعه، وإن شاء أن يحفظني منه حفظني، ولكن أنا أدعو وأعمل بالأسباب التي أمرني الله تعالى بأخذها، وما أغني عنكم من الله من شيء. قال: إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لذو علم لتعليمنا إياه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن التعليم الإلهي أعظم من التعليم الذي يظنه الإنسان بالوسائط والأسباب، أعظم وأكثر أثرا. قال: ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها. كيف؟ نعم. قال: فلما دخلوا عليه آوى إليه أخاه وقال: إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. وصلوا مع أخيهم ودخلوا على الملك أو على نائب الملك، قالوا: إن سيدنا يوسف قد وضع في مكان عزيز مصر، يعني ككونه نائبا للملك أو رئيسا للوزراء في ذلك الوقت. دخلوا عليه ومعهم أخوهم الذي هو شقيق سيدنا يوسف. سيأتي معنا يا أيها الإخوة لما انتهت القصة، قال الله تعالى: ورفع أبويه على العرش. وكثير من أهل العلم يقولون إن أم سيدنا يوسف قد ماتت، وإن هؤلاء إخوته لأبيه وليسوا إخوته الأشقاء. أقول يا أيها الإخوة، الذي ورد أن سيدنا يعقوب عليه السلام قد تزوج بأكثر من امرأة، وأكثر من امرأتين، هم أربع نسوة، هذا الذي ذكر في التواريخ والله أعلم به، ولا بأس به. سيدنا يوسف عليه السلام كان أخاهم لأبيهم، ولكنهم ذكروا أن أمه ماتت، وهذا ما لا دليل عليه. صح أن الأخت مع الأشقاء، لكن من قال أن أمه ماتت؟ يقولون إن أمه ماتت من أجل لذلك يعني ظلم وكذا. لا يا أخي، كم ترون أن كلنا نرى في كل الأعصر والأزمنة بعض النسوة يكون مثلا متوجهات من خلال عقولهن وحسن كلامهن وكذا إلى أن يأخذوا من قلب الزوج أكثر مما يأخذونه من قلب المرأة الأخرى، فهكذا، فيعتني الزوج بالأولاد من هذه المرأة أقل أو أكثر من تلك المرأة التي هي زوجته الأخرى، هذا يحصل. فلذلك على الراجح والله تعالى أعلم أن أمه كانت على قيد الحياة، ولكن أم هؤلاء إخوته من أبيه كانت أكثر دورا في هذه الأسرة التي يقودها سيدنا يعقوب عليه السلام. قال: آوى إليه أخاه، قربه إليه، أجلسهم واحدا 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 بجنب الآخر، 2 4 6 8 10، بقي 11 وهو أخوه، فقال: تعال اجلس بجانبي، من أجل أن لا يشعرهم بأنه يظلم أو يتحيز لإنسان دون إنسان. يقولون: لماذا أجلسته بجانبك ونحن لم نجلس بجانبك؟ لما جلس وحيدا قال: أنت وحيد، تعال اجلس بجانبي. فجلس بجانبي بشكل طبيعي، لم يتفطنوا، والله تعالى يأخذ بيد سيدنا يوسف لأن يكيد لهم كيدا يرضي الله، لا يغضب الله تعالى. اجلس بجانبي، جلس بجانبي. فأسر إليه: أتعرفني؟ كان أخوه أصغر منه سنا. نظر إليه، تأمل فيه كذا: أتعرفني؟ إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون، لا تزعل. هذه مفاجأة يا أيها الإخوة، مفاجأة كبيرة، لكنها مفاجأة سارة لهذا الإنسان. قال: فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه، ثم أذن مؤذن: أيتها العير إنكم لسارقون. جهزهم وأعطاهم وأوفى لهم الكيل، ثم كاد الله تعالى له وعلمه ما يفعل، فأوصى فتيانه أن يجعلوا وعاء هو السقاية، وهي الصواع بعينها التي ستذكر بعد. جعل السقاية، إيش السقاية وإيش الصواع؟ قالوا: هو وعاء كان يشرب به الملك، وكان في ذلك الوقت والله أعلم مصنوعا من ذهب، وكان هذا الوعاء لشدة الضنك الذي صار على أهل البلاد في ذلك العصر قد أخذه سيدنا يوسف، فجعل يكيل به الحنطة والشعير أمام الناس ليعلمهم
قيمة هذا الطعام الذي يأخذونه ويطعمون منه. شوفوا بيشعب بكيل بأعظم وعاء كان يشرب به الملك، أكيل به لكي لا تسرفوا في هذا الطعام الذي تأخذونه، كي تعرفوا قيمته، عشان تعرفوا قيمة الطعام ولا تسرفوا فيه، فأنا أكيل به. انظروا إلي، هذه السقاية. جعل هذه السقاية، طلب من خدمه أن يجعلوها في رحل أخيه، في متاع أخيه. ثم أذن مؤذن: أيتها العير إنكم لسارقون. نادى مناد في الناس وقد تجهزوا وهبوا للخروج والعودة إلى بلادهم، فإذا بمنادي الملك ينادي بصوت عال: أيتها العير، يا من جئتم إلينا من بلاد أخرى وأنتم غرباء، إنكم لسارقون. التفت هؤلاء ولا عهد لهم بذلك، قالوا وأقبلوا عليهم. التفتوا سريعا: ماذا تفقدون؟ نحن سارقون؟ إيش هذه السرقة؟ دلون عليها، ما نوعها؟ ما صنفها؟ ما شكلها؟ قالوا وأقبل، هم صادقون. والصادق يا أيها الإخوة تظهر الملامح عليه، في كلامه، في تعابيره، في كل شيء، هم لم يسرقوا فعلا. قالوا وأقبلوا عليه: ماذا تفقدون؟ هاتوا فتشونا حتى تظهر يظهر الحق من الباطل. قالوا نفقد صواع الملك، كما قلت هي السقاية بعينها، ولمن؟ وإنما في الأولى كان يشرب بها ثم حولها إلى صواع، يعني مكيال، وكانت كبيرة. قالوا نفقد صواع الملك، ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. الذي يأتينا بالسارق سنكرمه ونعطيه حمل بعير زائدا عن حاجته. قلت لكم من قليل كم قيمة الحمل البعير، يأتون بأخيهم من تلك البلاد من أجل حمل بعير، فكم كانت قيمة الطعام؟ وقد قلت إنه يعني بدأنا نشعر به شيئا ما حينما فقدناه. أقول ذلك يا أيها الإخوة، ولا بأس بالتوجيه والتنبيه دائما على ما نشعر به في زماننا. كم كنا نرى قبل سنوات قلائل أكياس الطعام والشراب مرمية على الزبالة، كلنا كنا نرى ذلك، كلنا. بل إنني رأيت أطعمة تكل، والله تكل كاملة، يعني شممت رائحتها حتى أتأكد، يعني اقتربت أنا بنفسي وفتحت الكيس أتأكد يعني فعلا فاسدة. لا والله ما هي فاسدة، لكنه بطر نعمة الله التي حاقت بنا إلى ما وصلنا إليه. كثير من الناس بيقعد على شوفة الخبز، لك يا أخي على رأسي وعيني، الخبز جيد أن تكرمه، ويرون في ذلك حديثا إسناده ضعيف ولعله أشد من الضعيف. نعم أكرم الخبز يا أخي، مع يعني بارك الله فيك، ولكن الخبز في ذلك الوقت كان حقه فرنك، أما قطعة لحم حقه 1000 ورا، 500 ورا، 300 ورا، أو مرمي على الأرض. فإنسان عاقل يعني، ما والله الخبز الأبوسة حط على راسي إيه وبكب اللحمة، يعني هذا منطق؟ الله تعالى علمنا العقل، علمنا الجهل والجدباني، ما لنا جدبان نحن؟ كثير من الأمور أشياء بسيطة جدا يعني، فقيمتها أكثر ويرميها الإنسان. لماذا؟ لأنه تعود النعم كثيرة ولم يعرها قدرها ولم يقدرها حقها ولم يعرف لها وزنها. اللهم عرفنا نعمك بدوامها لا بزوالها. ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، الزعيم الكفيل. تذكرون في دروس سابقة قلت لكم مرة في الحديث الصحيح يقول فيه صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم. زعيم غارم الكفيل، يعني إذا قلت لك أنا بكفلك وجاء وقت الدين وما رديت لي، تعال عندي دفاع بداله، أنت غارم ستغرم، أنت الذي تكفل. وأنا به زعيم، سيدنا يوسف أنا كفيل ذلك، إنه حمل بعير جاهز مباشرة إذا دلنا على السارق. قال: فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه، كذلك كدنا ليوسف. الله أكبر، ملك الملوك يقول كدنا ليوسف، الله عز وجل يقول كدنا ليوسف. فإذا كاد الله تعالى لك لنصرتك على الحق فذلك شيء ما بعده شيء، وأما إن كادك الله إن كنت على الباطل فذاك أيضا والعياذ بالله خسران ما بعده خسران. كذلك كدنا ليوسف، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، نرفع درجات من نشاء فوق كل ذي علم.
سأله قال فما جزاؤه إن وجد في رحله؟ قالوا جزاؤه إن وجد في رحله فهو جزاؤه. في الحكم الذي كان في